من أمرين اثنين. أولا من الفهم الخاطئ للمصري في تخطي الحدود الليبية، والأمر الثاني من بعض الناس الذين لا يتمتعون بثقافة عن ماهية مصر والمصر في ليبيا، وإن كان ذلك منهم قليل ولكنهم قلة مستخدمة. يعني يمكن حضراتكم ما تعرفوش إن في 250 ألف سيدة مصرية متزوجة في المنطقة الشرقية مثلا، 250 ألف سيدة مصرية وعشرة آلاف مصري متزوج من ليبيا. كما تفضل الزميل، حكومة بمنطق حكومة بالمنطق القانوني أو الدستوري في ليبيا هي حكومة انتقالية مش مسيطرة على زمام الأمر. يمكن وزير الخارجية الليبي يتفرح بوزير الخارجية المصري قال له خفف شوية من دخول المصريين عشان أنا مش هقدر أحميه. ويمكن الجواب اللي تفضل زميلي الأستاذ أحمد كمال وأعضاء السفيرة، أنا ولا جاي يتبرر لأن كنت بصطحب أتوبيسين على متن كل أتوبيس 64 مصري مرحل بسبب الفيروس بي وزير، ورحلتهم على نفقة الشخصية وبضمانة الشخصية مع الكتاب. المشكلة كلها أن استخدام القوة والعنف ضد المصري نابع من بعض المسائل التي أثيرت على المستوى الدولي أو مستوى الدول ولم تنبع. يعني مثلا اللي يجيه هناك بطلق، ودي حاجة لازم إحنا ننظر لها، وأرجو أن تعرف وزارة الخارجية هذا الأمر وأن تأخذه مأخذ الجد. اللي بيه النهاردة بيطالبوا إيه؟ بيطالبوا ببعض زي ما إحنا بنقول عندنا في حلول النظام، هم بيبقوا عندهم الأسلام، بيطالبوا بتسليم بعض الأسلام الموجودة في مصر التابعة للنظام السابق، وكذلك الإفراج عن الأموال الليبية التي توجد في مصر وتنفع الدولة الليبية، وهذا حق مشروع. نيجي إحنا ما نردش، تيجي بعض الجهات السيادية في مصر تبعت إلى مسؤول الخارجية في ليبيا تقول الموضوع ده إيه؟ كبر دماغك.